حان الوقت مرة أخرى للعودة إلى منافسات الدوريات، وتحديدا هنا في إنجلترا حيث ينطلق الدوري الأكبر على مستوى العالم. الكل متحمس من أجل مشاهدة مباريات كبيرة في الدوري الإنجليزي العريق والمثير دائما. هنا مهد كرة القدم، وهنا قمة المنافسة بين الكبار في دوري لا يعرف إلا التنافسية والقوة في الأداء. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. تعود المنافسة في الكرة الإنجليزية من جديد، ومعها تعود الإثارة في دوري هو الأكثر قوة والأكثر شهرة حول العالم. في الفترة الأخيرة أصبح الدوري يضم أفضل المدربين وأفضل اللاعبين حول العالم، وهذا ما يجعله مثير لكل من يتابعه. دوري يجذب الاهتمام لأن حجم الفرق والتنافس والأسماء الموجودة تجعل من الصعب تجاهل ما يحدث هنا. وتنطلق المباراة بالفعل. أعتقد أن الأهم اليوم هو تقديم أفضل أداء ممكن، المحافظة على النسق وارتفاع الأداء من مباراة أخرى هو ما يجعل النتائج تتحقق في نهاية المطاف. مهمة رودري في الملعب لا تكمن فقط في الثنائيات أو إيقاف الهجمات، هو من المميزات الرئيسية اللي يملكها أنه مفتاح سيطرة على الكرة. إذا أردت أن تسيطر على وسط الميدان راح يكون هو الخيار المثالي في الفريق. وتسلل آخر. سيرخيو راموس. جوليان ألفاريس. رودري يغير اتجاه اللاعب على الجناح. عرضية من فيل فودين، هل يضعها في المرمى؟ الكرة إلى خارج المرمى. أي فرصة ضاعت هنا، مجهود كبير من أجل التسجيل. جوليان ألفاريس. نونيز. نيمار. يمر. كرة عرضية. غريليتش. كرة عدت ولم يتبس. روبن دياز. ما زالت النتيجة 0-0. ريكو لويس. تمريرة وصلت إليه نيمار. لاعب في الأمام في مكان التسلل. نيمار يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانية. نيمار لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. نيوكاسل. وركنية أولى في اللقاء. الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم. نيمار. دفاع يشتت الكرة. يلعب كرة على اليسار. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تسديدة في اتجاه المرمى. تروح بعيدة على المرمى. يجب على المدرب أن يتدخل الآن، يحذر لاعبيه من التسديدات من مسافات بعيدة. لا يمكن أن يصبر على استمرار ضياع الفرص بهذا الشكل. فارديول واعتراض ناجح.
مرت الكرة بشكل جميل. يا سلام على هذا الاعتراض، يبعدونها. إلى أين هذه التمريرة؟ بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهائي.